بالفعل الأمانة سخرت كافة إمكانياتها فيما يخص أعمال إصحاح البيئة في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، لأنه هذا عمل روتيني يومي بصفة مستمرة. تم تقسيم الأعمال ما بين مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، وخاصة ابتداء من شهر شوال زي ما ذكرت، فقسمت الفرق لمكة. ده إجمالي عدد القوى العاملة بلغ تقريبا حوالي 963 شخص، والأجهزة والمعدات والسيارات المستخدمة كانت بتوصل حوالي ل 970 سيارة ومعدة، وزعت بشكل مستمر ما بين مشاعر ومكة للتأكد من خلوها من أي بؤر، لأنه إحنا حقيقة النقطة الأساسية اللي بنستهدفها تواجد الباعوض والبؤر المسببة لي في هذه المناطق.